السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أحبائي؟ أتمنى أن تكونوا بأفضل حال. سنتعرف اليوم على كلمات تحتوي على السكون، ولكن سنتذكر قصة السكون في البداية. كانت الحروف تلعب في بيتها وتجلس مع بعضها البعض، وفجأة جاء إليها من؟ جاء إليها أصدقاؤها الثلاثة. من هم أصدقاء الحروف؟ الفتحة والكسرة والضمة. كانوا يريدون ماذا أن يفعلوا؟ كانوا يريدون أن يلعبوا مع الحروف، فقالوا لهم: هيا يا حروف، هيا لنلعب معا. ولكن الحروف قالت لهم: نحن لا نريد اللعب، نحن نشعر بالتعب، والآن نريد أن نرتاح، أنتم كل الوقت تريدون أن تلعبوا. فقالت الحركات: كيف سنعرف أنكم متعبون؟ كيف؟ ضعوا على رأسكم أي شيء، عندما تتعبون، عندما نراه نبتعد عنكم. فقالوا: سنضع على رأسنا دائرة صغيرة تسمى علامة السكون. عندما ترون علامة السكون يعني أننا نريد أن نسكن ونرتاح. قالت لهم الحركات: اتفقنا، عندما نرى علامة السكون نعرف أنكم تريدون أن تسكنوا وترتاحوا، فلا نقترب منكم أبدا. وهكذا أصبحت علامة السكون مثل إشارة المرور، عندما نراها نقف. هيا نغني الأغنية معا. علامة السكون إشارة المرور، تضيء لنا بالأحمر وتقول لنا قف. هيا يا أحبائي، اليوم سنتعرف على كلمات تحتوي على السكون. متى نذهب يا أحبائي إلى شاطئ البحر؟ في أي فصل؟ في فصل الشتاء، أم في فصل الخريف، أم في فصل الربيع، أم في فصل الصيف؟ أحسنتم، في فصل الصيف. إذن هذه الصورة تعبر عن أي فصل؟ عن صيف. صيف. هذه الكلمة تتكون من كم حرف؟ صيف. من ثلاثة حروف. ما هو الحرف الأول؟ ص ص ص. صاد فتحة. ما هو الحرف الثاني؟ ركزوا. صي صي. حرف الياء. حرف الياء ماذا عليها؟ هل عليها فتحة؟ لا. هل عليها كسرة؟ لا 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 لا. هل عليها ضمة؟ أبدا أبدا. أنا قطعت الصوت، إذا ماذا عليها يا ترى؟ عليها علامة السكون. إذا يا عليها علامة السكون. كيف عرفت؟ لأنني قطعت الصوت. صي صي. ثم الحرف الثالث هو حرف صيف، الفاء مع الضمة. كيف نكتب حرف الصاد في أول الكلمة؟ نحذف البطن ويمد يده ليمسك الحرف الذي بعده. حرف الياء من الحروف المتنكرة، تأخذ حرف التاء في وسط الكلمة والنقطتان في الأسفل وتمد يدها لتمسك الحرف الذي قبلها والحرف الذي بعدها. ما هو الحرف الذي بعدها؟ حرف الفاء. يبقى شكله كما هو، فقط يمد يده ليمسك الحرف الذي قبله. صي فو. صي فو. طيب الآن ما هو الحرف الساكن؟ الحرف الساكن هو الحرف الذي عليه علامة السكون. إذن ما هو الحرف الساكن؟ هو حرف الياء، لأن حرف الياء هو عليه علامة السكون. إذن الحرف الساكن هو حرف الياء. طيب والمقطع الساكن؟ المقطع الساكن دائما يتكون من الحرف الساكن مع الحرف الذي قبله. المقطع الساكن حرفان، الحرف الساكن والحرف الذي قبله. إذن هنا الحرف الساكن الياء، من هو الحرف الذي قبله؟ الصاد أم الفاء؟ الصاد. إذن المقطع الساكن هو صي صي. انظروا كيف قطعت الصوت. صي صي. هذا هو المقطع الساكن، الصاد مع الياء. صيف. هيا لننتقل إلى صورة أخرى. ما هذه الصورة يا ترى؟ هذه صورة ماذا؟ ما هذا الضوء؟ هذا الضوء يكون عندما يكون هناك ماذا؟ برق. ماذا يكون؟ برق. برق تتكون من كم حرف؟ من ثلاثة حروف. ما هو الحرف الأول؟ ب ب ب.
باء فتحة. ما هو الحرف الثاني؟ بر. بر حرف الراء. حرف الراء عليه فتحة أم كسرة أم ضمة؟ لا 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 لا، قطعنا الصوت، إذن عليه ماذا؟ علامة السكون. برق. بر. بر. والحرف الثالث؟ ق. ق. قاف ضمة. كيف نكتب حرف الباء في أول الكلمة؟ نحذف السن ويمد يده ليمسك الحرف الذي بعده. بر. ر. حرف الراء هل يتغير شكله؟ لا، هو من الحروف العنيدة، لا يمد يده للحرف الذي بعده، فقط يمد يده للحرف الذي قبله، يبقى شكله كما هو، فقط يمد يده ليمسك الحرف الذي قبله. والقاف يبقى شكله كما هو، ولا يمد يده للراء لأن الراء حرف عنيد. برق. برق. أين الحرف الساكن الآن؟ اتفقنا، الحرف الساكن الذي عليه علامة السكون، الحرف الساكن هو حرف الراء. طيب المقطع الساكن؟ الحرف الساكن والحرف الذي قبله، الحرف الساكن الراء والحرف الذي قبله حرف الباء. بر. 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 هذا هو المقطع الساكن، انظروا كيف قطعت الصوت. بر. قو. بر. قو. بر. قو. هيا يا حلوين، ماذا نرى في هذه الصورة؟ نرى ساعة، صحيح؟ ماذا نعرف من الساعة؟ نعرف منها الوقت، إذن وقت. وقت. من كم حرف تتكون هذه الكلمة؟ من ثلاثة حروف، و و و واو فتحة. وق. وق. حرف القاف، حرف القاف ماذا عليه يا ترى؟ أنا قطعت الصوت. عليه علامة السكون. وق. ت. ت. تاء ضمة. كيف نكتب حرف الواو في أول كلمة؟ هل يتغير شكله؟ لا لا لا، يبقى شكله كما هو، ولا يمد يده أبدا لأنه حرف عنيد. حرف القاف نحذف البطن ويمد يده ليمسك الحرف الذي بعده. هل سيمد يده للواو؟ لا، فقط سيمد يده للحرف الذي بعده. والتاء يبقى شكله كما هو، فقط يمد يده ليمسك الحرف الذي قبله. وقت. وقت. أين الحرف الساكن يا أحبائي؟ حرف القاف. وأين المقطع الساكن؟ المقطع الساكن الحرف الساكن مع الحرف الذي قبله. وقت. وق. الواو مع القاف. وق. 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 هذا هو المقطع الساكن. وقت. هيا لنلعب يا أحبائي. برق. أين المقطع الساكن؟ هيا فكروا. برق. المقطع الساكن هو الباء مع الراء. بر. أحسنتم. هيا هيا. برد. برد. أين المقطع الساكن؟ الباء مع الراء. رائعون. برد. برد. صيف. أين المقطع الساكن؟ صيف. المقطع الساكن الصاد مع الياء. صي. 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 رائعون يا أبطال. وقت. وقت. أين المقطع الساكن؟ الواو مع القاف. بارك الله فيكم. تعرفنا اليوم على ماذا؟ على كلمات تحتوي على الحرف الساكن، وتعرفنا أيضا على المقطع الساكن. انتظروني في درس قادم. مع السلامة يا أحبائي.